عليكم من الميادين، نحييكم ونقدم النشرة الاقتصادية ونستهلها بالعناوين. البورصة التونسية شهور الثورة تركتها تائهة تبحث عن دور في اقتصاد البلاد. السياحة في مصر من الاستقطاب الخارجي إلى الاستقطاب المحلي. مواطنو نيويورك يستذكرون بغداد، طوابير السيارات تنتظر أمام محطات الوقود. دور البورصة في تمويل النشاط الاقتصادي كان مدار بحث في مؤتمر البورصة والخدمات المالية إنفستيا الذي استضافته العاصمة التونسية تحت شعار استثمار اليوم استثمار للمستقبل. الحديث عن دور البورصة يأتي وسط دعوات البنك المركزي إلى مزيد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية لتحسين سيولة في الاقتصاد الوطني. تقرير لسميحة البغنمي من تونس العاصمة. صالون البورصة والخدمات المالية ملتقى اقتصادي يعقد في تونس لأول مرة، يأتي في وقت لم يعد فيه القطاع المصرفي قادرا وحده على تمويل الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب دعم صلابة بنيته المالية والاستعانة بالسوق المالية العالمية للحصول على تمويلات بحسب تعبير رئيس الحكومة التونسية حماد جبالي. فسنعمل على توجيه عدة مؤسسات عمومية التي لها حاجيات مالية هامة وتنشط بالخصوص في القطاعات التنافسية إلى تمويل استثماراتها عن طريق السوق المالية بهدف تخفيف العبء على ميزانية الدولة. حضر المؤتمر كل الفاعلين في السوق المالية والخدمات المرتبطة بها بهدف تطوير ثقافة البورصة لدى رجال الاقتصاد في تونس والتعريف بقواعد السوق المالية بعد التراجع الكبير في مؤشرات البورصة الذي وصل إلى 5% وعجز الميزان التجاري في البلاد قرابة 3 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. يعني العجز وصل إلى مستويات خطيرة نقولها ونعودها واللي مش ممكن تتواصل. رغم أن تونس عرفت وضعية اقتصادية كارثية من خلال تراجع العديد من المؤشرات، إلا أن المشرفين على البورصة التونسية أكدوا أنها بدأت تتعافى تدريجيا وهي قادرة على تمويل الاقتصاد التونسي. بورصة تونس حاضرة اليوم لتمويل الاقتصاد التونسي، والتمويل هذا باش يكون عبر ارتفاع في رأس المال، يعني بتقوية الموارد الذاتية للشركات. إذن تحرك تشهده تونس على المستوى الاقتصادي يهدف إلى الخروج من حالة الاختناق التي دخل فيها اقتصاد البلاد بعد الثورة التي تزامنت مع الأزمة الاقتصادية لأوروبا الشريك التجاري الأول لتونس. لكن يبقى السؤال، هل استطاعت تونس أن تهيئ أرضية صلبة لإنعاش الاقتصاد الوطني؟ قرار الحكومة المصرية المتعلق بإغلاق المحل التجارية بعد 10 مساء دخل المعترك القضائي، فقد أقام أحد المحامين المصريين أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الحكومة هشام قنديل وعدد من وزرائه. المحامي أشار في الأسباب الموجبة لدعواه إلى أن القرار سيتسبب في وقوع ضرر كبير على المستهلكين وأصحاب المحال، الأمر الذي يصيب الاقتصاد المصري بأضرار بالغة. وتعلل الحكومة المصرية قرارها بضرورة تقليص دعم الوقود والطاقة لتقليص عجز الموازنة. المصريون يداوون أنفسهم بأنفسهم من خلال السياحة الداخلية التي تعوض بعضا مما خسرته البلاد من جراء تضاؤل أعداد سياح الأجانب. تقرير يلقي الضوء. يكتشف هؤلاء الشباب منطقة سيوة في الصحراء الغربية المصرية، بعضهم أتى من القاهرة وبعضهم الآخر يعيش خارج مصر ويزورها من حين إلى آخر. أنا جيت سيوة هنا عشان سيوة منطقة جميلة جدا وتقريبا أكتر مكان أنا مبسوط فيه. بنشوفه طبعا إن هو مكان بسيط جدا وبنشوف فيه بحيرة وبنشوف فيه واحات، وجاي طبعا بتبسط مع أصحابي وإحنا مقضيين هنا 4 أيام. حتى أوائل عام 2011 كانت عائدات السياحة تمثل ما يزيد على عشر الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكن السياح الأجانب قللوا من زياراتهم بعد الانتفاضة الشعبية خوفا من الاضطرابات المتفرقة التي تشهدها مصر، وبات وجودهم في الأماكن السياحية مصدر رزق وطمأن لأصحاب المطاعم والفنادق. السياحة الخارجية يعني بتبقى أحسن من السياحة الداخلية. السياحة الخارجية جاية من أوروبا، الناس بتيجي بتأجر عجل وبتشتري مشغولات وبتقعد في الفنادق لفترة طويلة جدا. أما السياحة الداخلية اللي هو الأجانب حتى المقيمين في
القاهرة في الإسكندرية بيجوا في فترة قصيرة جدا، فترة أجازات، يعني ما بيصرفوش فلوس كتيرة زي الأجانب اللي هم جايين من السياحة الأوروبية أو الأسيوية أو الأمريكية. يسترزق المصريون من الأجانب الوافدين إلى البلاد، لكنهم يؤكدون أنه لا غنى عن السياحة الداخلية. السياحة الداخلية مهمة جدا لمصر عامة أو لسيوة نتكلم بالتحديد وجميع الواحات عامة. السياحة الداخلية بيجي بيشتري المنتجات المحلية. ورغم أن كل فرد مصري ينفق أقل من السائح الأجنبي، فإن السياح الداخليين يمثلون مصدراً للدخل يعتمد عليه كثيراً في ظل تراجع أعداد السائحين الوافدين من 14 مليون سائح عام 2010 إلى 9 ملايين عام 2011، وبالتالي تراجع العائدات من 12 مليار دولار إلى 8 مليارات فقط. تخطط الجزائر لربط الضرائب على شركات الطاقة الأجنبية بالأرباح بدلاً من حجم الأعمال، هذا ما أظهرته مسودة تعديلات لقانون النفط والغاز تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين. وتتضمن المسودة حوافز مالية للشركات التي ترغب في الاستثمار في موارد الطاقة غير التقليدية والتنقيب في المناطق البحرية. وتبقي التعديلات المقترحة شركة الطاقة الحكومية سوناتراك شريكاً بحصة الأغلبية في كل مشاريع التنقيب والاستخراج والتصدير. ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى نسبة 7.9% خلال تشرين الأول أكتوبر الماضي، على الرغم من إضافة أكثر من 170 ألف وظيفة هذا الشهر. وبلغ عدد العاطلين من العمل 12 مليون شخص ينتظرون الوظائف، بينهم 2 من كل 5 من دون وظيفة منذ أكثر من 6 أشهر، إضافة إلى 8 ملايين يعملون بدوام جزئي ويبحثون عن وظيفة بدوام كامل. ويتوقع أن تترك هذه النتائج أثراً على آراء الناخبين الأمريكيين قبل أيام من الانتخابات الرئاسية. نبقى في الولايات المتحدة، حيث دفع إعصار ساندي سكان مدينة نيويورك إلى تجربة مرارة الوقوف أمام محطات البنزين والانتظار طويلاً للحصول على هذه المادة الحيوية. نيويورك باتت كبيروت وبغداد أثناء الحرب. انقطاع المشتقات النفطية من محطات الوقود نتيجة الإعصار ساندي أدى إلى طوابير من السيارات العطشة للبنزين، أزمة تشهدها عاصمة المال والأعمال لأول مرة في تاريخها الحديث. محطات تضررت وتوقفت عن العمل، وإمدادات تجد صعوبة في الوصول إلى المدينة. كانت لدينا عاصفة كبيرة جدا، والمد ارتفع ارتفاعا مذهلا حيث غمرت المياه كامل أرجاء المحطة وتضررت معظم الآلات والأجهزة الإلكترونية، ما أدى إلى توقف المحطة عن العمل. المحطات التي تعمل على الغاز كمحطة سينوكو، طوابير السيارات أمامها كانت طويلة. نقص إمدادات البنزين دفع الأمريكيين إلى هنا. ارتفاع أسعاره لم يوقف إقبال المواطنين، فالحاجة إلى الوقود كبيرة جدا في المدينة المنكوبة. أنا وصديقي نعمل سائقي أجرة، نحن خائفان من أن نستفيق يوم غد والسيارات متوقفة ولا تعمل، هذه مشكلة كبيرة. عدم وجود محطات بنزين صالحة للعمل من المرجح أن يفاقم مشكلة السفر، على الرغم من أن معظم الحافلات في نيويورك وخطوط شبكة مترو الأنفاق عودت العمل يومي الأربعاء والخميس الفائتين. معظم السيارات بحاجة إلى وقود، لا فرق بين بنزين سوبر أو عادي، المهم الحصول على هذه المادة. لم تنحصر مشكلة نيويورك في فقدان مادة البنزين. انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع والمشاكل اللوجستية ذات الصلة بالعواصف كان لهما دورهما السلبي. السلطات تعمل على إعادة التيار الكهربائي وإصلاح الأعطال، وآمل أن يحصل ذلك قريبا، فهذه كوارث طبيعية وتحصل. نيويورك ما بعد إعصار ساندي لم تعد كما كانت قبله، أقله في المرحلة المقبلة في ظل جهود لرفع آثاره التي كانت مدمرة. نيويورك الأمريكية لم تكن المدينة الوحيدة التي تضررت من الإعصار ساندي، فكوبا الجزيرة الكاريبية الواقعة على مدخل خليج المكسيك كانت من ضحايا الكارثة البيئية أيضا، وتلقت البلاد المنكوبة مجموعة من المساعدات الإنسانية من روسيا وفنزويلا، وتضمنت معدات للمساهمة في إعادة بناء المنازل والمباني التي تهدمت من جراء الإعصار، وتلقت هافانا وعودا بدفعة جديدة من المساعدات.
في ظل استحقاقات اقتصادية عالمية كبيرة وأزمة مالية تعصف بأوروبا، تعقد مجموعة العشرين يومي الأحد والاثنين في مكسيكو اجتماعا وزاريا ستحاول خلاله تبديد المخاوف من حصول تراجع حاد في الاقتصاد العالمي. وخلال القمة الأخيرة للمجموعة في لوس كابوس، تعهدت الدول التي تتمتع بهوامش تحرك نسبي في موازناتها على غرار ألمانيا أن تعمد إلى التنسيق فيما بينها لتطبيق سياسات تحفز الانتعاش. ومن هنا يتعين على وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين أن يقرروا الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة الأوضاع الراهنة. ختام النشرة، شكرا وإلى اللقاء.